قال كذي في كندرارا انا عندي فيديو هدرنا صالحي على هاد الطيور هادو طيور سي شرفنا بالاسم ديالك عبد الحق سي عبد الحق دوار الغلاليس قول سمعنا شي خبر بلي انا كيقول كاينين شي طيور هنايا طول ديالهم 500 وشنو هي واش غادي تقول انت فهادشي هاد الطيور انا شفتهم وهادو نسورة واه العقاب لا نسر واه نسر الحجم ديالها يكون على حساب بيبي ها طيب ها واه هما أربعة الجناح ديالو الجناح ديالها منين يحل الجناح على حساب 120 130 في الطول يعني الجناح بجوج منين يبغي يطير كيدير هذيك الصفة تاع منين يبغي يقلع راك شايف يتمشى يخلف واحد 6 ولا 7 تاع الخلفات بحال شكل طيارة هكذا بحال القلاق لانس بحال القلاق بحال البراج بحال البراج شحال فوتوا هنايا المدة الزمنية اللي بقاو هنا في المنطقة 6 أيام 7 أيام سيمانة المهم تقريبا منين جاو ديريكتور اللي كانوا جايين لا جاو من الجزائر ولا من دول المهم عطاونا معلومات ديال شي طيور راهم يدوروا هنا في الجبل راك شايف حب الاستطلاع بغينا طبعا كل مرة الناس هكذا يجيو يشوفوه شافوه من بزاف الناس ما قالوا سمعنا قالوا تخوفوا منهم مع الدراري الصغار مع الرعاة مع ايوا انا واحد السيد خلط عليا قال لي يا ودي مبروك عليكم الضياف قلت له هذا الضياف قال لي واحد الطيور راهم جاو ويقدروا يعني نشك قال لك تخافوا تاع البز ديالكم ياك لاباس قال لك نسوره وراهم كبار وعطاني حتى واحد الحجم على حساب قد قال لك قول قد الكبش اوه انا ما مشيتش شت ما كان حتى شي طيور عاديين يعني على حساب بيبي هكا على حساب بيبي واكي شتهم قلت لهم قد بيبي ايش بيبي تكر واش هذا هربوا مشي للحديقه ولا جاوا بعاد مسافرين والله شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا